فيلم The Iceman من إخراج أريل برومان. بيحكي فيلمان عن الرجل البارد أو ريتشارد كوكلانسكي الإيرلندي اللي عاش في الستينات في ولاية نيو جيرسي. حب ريتشي بنت جميلة اسمها ديبوا، وفي يوم قابلها وقال لها إنه بيحبها، وهي انبهرت بيه وبجسمه الضخم وفي نفس الوقت شخصيته الحنينة، وقالت له عندك أخوات؟ قال لها آه عندي أخ كبير بس مش بعرف أتعامل معاه، وبتسأله عن الوحمة اللي في ايده، قال لها ممكن يكون شيطان من نوع معين مش عارف، وبيضحكوا. في صالة بلياردو بيتكلم ريتش وصاحبه تيري مع راجل وبيتعرفوا عليه، فقال لهم انه رجل اعمال وسألهم انتوا بتشتغلوا ايه؟ قال تيري بنجمع افلام بورنو. قال لهم ومين فيكو صاحب البنت اللي اسمها ديبوا؟ قال تيري ده ريتش. فقال الراجل اسمع عنها كلام مش مظبوط. فقال تيري احترم نفسك ده ريتش هيتجوزها. وكسب ريتش الراجل في البلياردو، اتغاظ الراجل واخذ فلوس الرهان من على الترابيزه. قال له ريتش بكل هدوء سيب الفلوس مكانها، فخاف الراجل ورجعها، بس وهو ماشي رمى كلام على صاحبته تاني. بيطلع الراجل سكران من المكان وبيركب عربيته وبيدورها، وفجاه بيفتح ريتش باب العربيه وبيذبح الراجل بهدوء وبيمشي. بيتجوز ريتش وديب وبيخلفوا بنت. بيشيل ريتش مسؤولية أكبر، بيتصل بيه صاحبه يحذره إن العصابة اللي شغالين معاهم جايين عليه دلوقتي ولازم يهرب، لكن ريتش ما بيلحقش يهرب، بيضربوه عشان اتأخر في ميعاد تسليم الأفلام، ولكن روي ديمو رئيس العصابة أخد باله إن ريتش قوي وجسمه ضخم، فرجع له جوش مساعد روي وقال له روي عايزك في مكتبي بكرة. راح ريتش لروي ودخل جوش يبلغ روي، بس روي قال له اقعد يا جوش، وقرب منه وسأله أنت انتحلت شخصيتي تاني في الشغل؟ خاف جوش وقال له آخر مرة مش هعمل كده تاني، وترجاه يرحمه. نزلوا ريتش وركبوه عربيتهم ومعدي شحات، فقال روي لسكولي اللي من العصابة انزل اديله الفلوس دي، يلا خد ثواب هتحس بالخير جواك. ونزل سكولي وهو متغاظ مش مقتنع انه مفروض يعمل خير، ولكن اداله الفلوس ورجع تاني. قال له روي شفت بقى ان الخير جميل ازاي؟ وحط روي مسدس في راس ريتش، لكن ريتش ما تهزش ولا خاف. قال له روي يا ترى ايه اللي مخليك بارد المشاعر كده؟ انت متجوز؟ قال له اه متجوز ومخلف. اداله روي مسدس وقال له انزل موت الشحات. نزل ريتش وقعد جنب الشحات واتكلم معاه شويه، وفجاه طلع المسدس وضربه رصاصتين وركب العربيه وجريوا. قال له روي انا هقفل معمل الافلام وعاوزك تشتغل معايا، اوامرك هتاخدها مني انا بس، ولو عوزتك هبعت لك مع جوش او سكولي. وبدأ العصر الذهبي لرجل التلج، جرائم من كل نوع، قتل بالرصاص، ذبح، شنق، مخدرات، أي حاجة وكل حاجة، بيعمل كل ده بدم بارد، وبيرجع بيته يبقى حنين معاهم ولا يبان عليه أي حاجة. اغتنى ريتش وخلف بنت تانية وجاب عربية، وفي يوم متجمعين مع صحابهم وجت سيرة الشغل، وقال الدب إن ريتش بيشتغل في العملة مع البنك، لكن وقع دينه صاحب ريتش بالكلام عن شغلهم القديم في الأفلام، اتخض الدب، لكن توه ريتش الكلام وعدى اليوم. وبتعدي حوالي 10 سنين، بنات ريتش كبروا وبتبان حنية ريتش عليهم، دخلهم مدارس كاثوليكية خلتهم مؤمنين. جوش بيقتل تاجر مخدرات بعد ما بياخد المخدرات والفلوس منه وبيهرب، وبيجي ليه رئيس روي وبيقول له ان اللي قتلهم جوش وهو منتحل شخصيتك من عصابة كاليز المعروفة، وطبعا هما دلوقتي هيقتلوك انت. قال له انت عايزني اقتل جوش؟ انت مش عارف ان جوش ده زي ابني وجبته من الشارع وربيته من وهو عيل؟ قال له ما المشكلة انه استغل ده وبقى كل الناس عارفة انه ابنك، فأي حاجة بيعملها انت اللي هتدفع ثمنها. بيهرب جوش وبيدور روي عليه عن طريق ريتش، وبيروح ريتش عند صاحب جوش وبيهدده عشان يقول له مكانه، وبيصوب المسدس عليه، لكن فضل الشاب بيترجى ربنا انه ينقذه، فقعد ريتش يتريق عليه وقال له طيب انا هستنى شوية، وانتدي ربنا كتير انه يوقفني ده لو كان سمعك اصلا. بيدعي الشاب كتير ان ربنا ينقذه لكن ما بيحصلش حاجه، وريتش بيقول له انا مش حاسس باي حاجه يعني، الظاهر ان ربنا مشغول، وبيقتله من غير رحمه. لكن وهو ماشي بيسمع صوت، بيدور في الدولاب بيلاقي بنت مستخبيه، قالت له وهي مرعوبه مش هقول حاجه صدقني، قال لها عندك كام سنه؟ قالت له 16، قال لها امشي وما شوفش وشك في حته تاني. جريت البنت وبيطلع معاها من الشقه، فمعدي واحد قال له اجري مفيش وقت، ولسه طالعين من العماره قامت انفجرت. قال له الراجل انت ريتش؟ قال له ايوه اركب، وركب معاه في عربيه الايس كريم المتجوله، وقال له انه اسمه روبرت، وحاول يدوس البنت وهي بتجري عشان شافت وشه، فمنعه ريتش بالعافيه وقال له انا ما بقتلش اطفال ولا ستات. وحكى روبرت اللي حصل لروي، وقال روي لريتش انت مش بس سبت شاهده على الجريمه عايشه، انت اتاخرت كمان في وقت العمليه، اقعد في البيت يا ريتش، انت مش معايا من دلوقتي، وخد شويه فلوس مشي بيهم حالك. وجه اتصال لريتش من السجن فقفل السكه، وراح السجن وقابل هناك جوي صاحبه من ايام الطفوله. قال له جوي عامل ايه يا ريتش؟ قال له كويس. قال له بقى عندك عيله؟ قال له ايوه اتجوزت وخلفت بنتين.
بجد يعني انا بقيت عم. وسأله بحماس اسمهم ايه البنات، قال له انا بيل وبيتسي. قال له ريتش ما تتصلش بيا تاني. قال له جوي ليه، انا صاحبك يا ريتشي وكنت معاك من واحنا صغيرين وشفت كل اللي حصل لك. فقال له انا مش عاوز اي حد يعرف علاقتي بيك. قال له جوي لا هتصل بيك يا ريتش، وانت كمان عملت جرائم، انا شفتك وانت بتقتل وبتسرق، ما تعملش فيها قديس. اتعصب جوي ومشي ريتش. واكتئب ريتش وبقى عصبي لدرجة انه كان بيسوق بعيلته العربية، وحد استفزه فضل يجري وراه بالعربية زي المجنون ومش حاسس ان عيلته معاه في العربية، عمالين يصرخوا. وفرمل العربية على اخر لحظة قبل ما يخبط في عربية تانية واعتذر لهم. وفضل ريتش من غير شغل ولا فلوس ومستواه الاجتماعي بيضيع. وقعد ريتش زعلان وبيفتكر لما كان طفل صغير واخوه الكبير بينهال عليه بالضرب بشوبة على ظهره وهو مستسلم وعمال يتألم، وصاحبه شايف كل ده. واجهته دب وقالت له مالك يا ريتش، مش مهتم بأي حاجة حواليك ولا مهتم بينا. صار ريتش عليها وفضل يكسر في البيت وقال لها أنا مش مهتم بيكو، أمال الشقة والمجوهرات والمدارس الفخمة وكل ده إيه؟ اتأسفت دب جامد وقعدت تهديه، قال لها أنتوا الحاجة الوحيدة اللي أنا مهتم بيها. وبيعدي روبرت بعربية الآيس كريم وبيروح له ريتش، بيقول له روبرت يا ترى ده يوم سعدي ولا آخر يوم ليا؟ ودخل ريتش العربية لروبرت وقال له بعد ما فتنت عليا روي مشاني، وانا دلوقتي عاطل وعاوز اشتغل معاك النص بالنص. فقال له ماشي، بس انا هعمل كده مش عشان احساسي بالذنب ناحيتك، لكن هستفيد منك وتستفيد مني. قال له ماشي. وقال له روبرت على سر شغله، في ماده سامه بيستخدمها روبرت اسمها سيانيد، ودي بيستخدمها انه يدوب بيها الجثث بعد ما بيقتلهم. ووري له جثه البنت اللي شافتهم وهربت متجمده في الفريزر. وعدى سنتين من الشغل مع روبرت، ورجع ريتش لحياته والمستوى اللي كان معيش في عيلته، وراسه رجعت مرفوعة وعلاقته بمراته رجعت تاني. ليو بيقابل روبرت في السينما وبيقول له على المهمة الجديدة وبيديله صورة الراجل اللي مفروض يقتلوه. وبيروح ريتش مع روبرت الكازينو وبيعمل نفسه بيرقص، وفجأة رش السيانيد في وش الراجل ومات في ساعتها. وهو طالع قابل صاحبه تيري بالصدفة وسأله على الشغل. حاول ريتش يرد أي إجابات عشان سامع صوت البوليس جاي ومشي بسرعة. وفي يوم عيد ميلاد أنابيل والكل مبسوط والعيلة متجمعة، جه روي والعصابة بالعربية وقفوا قدام بيت ريتشي وخبطوا عليه، وطلع معاهم وركب العربية مع روي. رفع روي المسدس عليه وقال له أنت رحت اشتغلت مع روبرت اللي شغال مع ليو من غير إذني. أنكر ريتش وقال له أنا عيد ميلاد بنتي جوه والعيلة كلها هناك أرجوك. طلعت بنته بيتسي تشوف فيه ايه وبتقرب عليهم. روي حاول يهدده بيها بس تحايل عليه ريتش انه ما يقرب لهاش، وفي اخر لحظة سابه وقال له امشي. وبيدخل ريتش البيت تاني بيقعد على السلم يهدى شوية، وبتسأله ديب في ايه؟ قال لها ناس وحشة اختلفت معاهم في الشغل. قالت له ازاي يجولك لحد بيتك؟ وانا بيل سألته ازاي تمشي في حفلة عيد ميلادي والناس كلها متجمعة؟ قال لهم حاضر انا اسف انا جاي حالا، ومسك اعصابه عشان يعدي اليوم. قتل ريتش صاحبه جوي وجاب جثته في المعمل وقال له مش انت عاوز تبقى صاحبي بالعافية، ادفع التمن بقى. وبيقول روبرت ريتش ان ليو فاكر انك غدرت بيه، روح قبله بس خلي بالك ده وراه ناس ما بيرحموش وزعلوا وحش. قابله ريتش واتخانق معاه وقتله ريتش وهرب. وبتقول بيتسي لابوها وهي منهارة ان انابيل في المستشفى وفي عربية داستها وهربت. راح ريتش المستشفى ولمته ديب وهي منهارة وقالت له اللي خبطوا بنتي كانوا جنب البيت متربصين لها، انت السبب في اللي حصل واوعى تلمس بنتي. ركب الاسانسير وفضل يقول انا اسف ويعيط، وبالصدفة بيعرف ريتش مين اللي داس بنته انابيل وبيقتله. وطلب ريتش من صاحبه لو يعرف حد كيميائي يكون ثقة، فقال له ايوه اعرف. وقابل ريتش الكيميائي وطلب منه مادة السيانيد، قال له هحاول اجيبها لك بس بشرط تسمم بيها تاجر المخدرات اللي بتتعامل معاه، ويبقى ضربنا عصفورين بحجر. قال له موافق، وفي الوقت المحدد اداله الكيميائي المادة وقال له هترشها في وشه، فقال له لا هحطها له في الاكل. وراح ريتش يستنى ديب عشان عيانه وهيوديها للدكتور، وعقبال ما طلعت له على العربيه كان حط السم في الاكل في شنطه العربيه، ولقى قطه جنبه قام مأكلها من الاكل المسموم. طلعت ديب عشان تركب مع ريتش وركب ريتش، بس وهو ماشي بص على القطه لقاها عايشه عادي، فهم وسمع صوت البوليس، حاول يهرب معرفش، حوطوه من كل حته وكسروا الشباك ونزلوه من العربيه، واخدوا مراته في عربيه لوحدها، ومن كتر قوته نزلوه حوالي 5 ضباط على الارض عشان يلبسوه الكلبشات ويحطوه في العربيه، وبعد محاكمته اتحكم فيها على الرجل التلج بسجن مدى الحياه مرتين. وناس عملت معاه مقابله وسالوه انت ندمان على الجرائم اللي عملتها؟ قال لهم انا ندمان اني اذيت اقرب واحب الناس ليا مراتي وبناتي، ونفسي يسامحوني، عارف انهم مش هيسامحوني وعارف ان اللي عملته كان غلط، لكن مش ندمان عليه وانا استحق العقوبه.
ومحدش زاره من أهله لحد ما مات، وبيقال إنه قتل أكتر من 100 شخص. رجل التلج اتضرب بدم بارد فضرب بدم بارد. وبكده يكون الفيلم خلص. ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات أكتر. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة.